بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف كيف نرسم الحوائط الوول. عشان نرسم الوول بنضغط في اركتكتشر تاب او استراكشر تاب وبنختار وول. بعد ما نختار وول، اول حاجة لازم نعملها ان نحول ديبس لهاي. هاي يعني الحوائط هتترسم فوق منسوب الليفل، اما ديبس الحوائط هتترسم تحت منسوب الليفل. هنضغط في التابة دي عشان نحدد المنسوب حق الطوب حقت الوول، يعني نهاية الحائط. تلقائيا البيز ليفل حق الوول او منسوب قاعدة الحائط بيكون في المنسوب حق الفلور بلان المفتوح. انا حسي فاتح الجراوند فلور، يعني الحوائط دي قاعدتها هتكون في الجراوند فلور. اما الطوب بنحدده من هنا، فاختار الليفل اللي انا داير الطوب حق الوول يصل له. طيب فاختار مثلا الفيرست كده. لو رسمت حوائط قاعدتها هتكون في الجراوند، قيمتها في الفيرست. طيب لو داير ارسم حوائط بطول محدد، مثلا حيطة البربيت داير اعملها متر، فاختار unconnected. بعد ما اختار unconnected بدخل القيمة بتاعت الارتفاع هنا. ثاني حاجة عندي اللوكيشن لاين. اللوكيشن لاين دي بتحدد لي طريقة رسم الحائط. بنلاحظ معمولة وول سنتر لاين، يعني لما اضغط كليك عشان احدد بداية الحائط، بنلاحظ لما جيت رسمت الحائط، الحائط يترسم لي من المنتصف. لو داير احدد نهاية الحائط هضغط كليك تاني كده، رسمنا حائط مستقيم. لو اتجهت لفوق بنلاحظ بيظهر معاي داش لاين. داش لاين دي معناته الحائط دي هيترسم رأسي مستقيم. لو داير ارسم حائط مايل بزاوية محددة برسم الحائط، بنلاحظ الزاوية بتظهر معاي. بحرك لحد ما اظهر الزاوية المناسبة، او برسم الحائط وبدوس اسكيب كم مرة وبختار الحائط. بعد ما اختار الحائط بتظهر معي الزاوية. ممكن اعدل الزاوية من هنا. عندنا كمان في اللوكيشن لاين عندنا فينيش فيس اكستيريور. فينيش فيس اكستيريور يعني لما ارسم الحائط هيترسم لي من السطح الخارجي. فينيش فيس انتيريور يعني لما ارسم الحائط هيترسم لي من السطح الخارجي الداخلي. تشين لما تكون تشين مفعلة، لما ارسم الحائط بنلاحظ لما اضغط كليك دي نهاية الحائط وفي نفس الوقت بداية الحائط الجديد. لكن لما تشين تكون انشيك هضطر اضغط كليك عشان انهي الامر، وتاني بضغط كليك عشان ابدا الامر واواصل كده. اوفست لو ادخلت مثلا اوفست نص متر، لو ضغطت هنا عشان ارسم الحائط مثلا في الانترسكشنز بتاعت الجريز دي، بنلاحظ انه الحائط اترسم على بعد نص متر من الحتة اللي انا ضغطتها فيها كليك. راديوس بتخلي الحوائط الاركان حقتها تكون عبارة عن اقباس. بدخل قيمة الراديوس من هنا، ده هي حسها معمولة متر، ممكن اغيرها. رجعت هي للزيرو. طيب هنشوف كيف نرسم حائط مستطيل. عشان نرسم حائط مستطيل من الدرو بانل هنا بختار ريكتانجل.
عشان ارسم حائط مستطيل بحدد نقطتين، نقطة في الكورنة ونقطة في الكورنة المقابلة. ممكن اضغط اسكيب كم مرة واختار الوول من ناحية تظهر معي الابعاد دي. ممكن اغير الابعاد بتاعت الريكتانجل من هنا. عندنا انسكرايب بوليجون، انسكرايب بوليجون برسم لي حائط مضلع، لكن الامر ده برسم لي حائط مضلع بواسطة الدائرة، وبيعتبر انه الحائط المضلع ده موجود داخل الدائرة. بختار انسكرايب بوليجون وبحدد اول حاجة عدد الاضلاع، مثلا 7 اضلاع، وبحدد المركز بتاع البوليجون والقيمة بتاعت نصف القطر حقت الدائرة. ممكن اضغط كليك في الشاشة لما يظهر معي الطول المناسب، او ممكن ادخل الطول في الكيبورد طوالي واضغط انتر. عندي circumscribed polygon. circumscribed polygon هو نفس الامر قبل شوية ده، لكن بيعتبر ان الدائرة بتمثلية المضلع من الداخل. اختار circumscribed polygon، ما ننسى نحدد عدد الاضلاع، المركز نصف القطر. عندنا الامر سيركل، الامر سيركل برسم لنا حوائط دائرية، بحدد المركز وبدخل قيمة نصف القطر. عندنا start end radius arc، زي ما شايفين في الشاشة برسم لي حائط arc عن طريق تحديد 3 نقاط، النقطة الاولى في بداية الارك، والنقطة الثانية في النهاية، والنقطة الثالثة في المنتصف. ممكن ادوس escape كم مرة واختار الارك وول واعدل القيم من هنا، قيمة نصف القطر وقيمة الزاوية. طيب هنشوف الامر. center end arc، center end arc برسم لي حائط قوس عن طريق تحديد مركز وبداية القوس ونهاية القوس زي ما شايفين في الشاشة. حدد المركز، بحدد بداية القوس، وفي نفس الوقت بكون حددت قيمة نصف القطر ونهاية القوس. عندي tangent end arc، tangent end arc برسم لي قوس عن طريق تحديد بداية القوس ونهاية القوس. بس البداية بحتاج لحائط يكون موجود عشان ارسم منه، حدد بداية القوس ونهاية القوس. طيب عندي الامر فيليت ارك، فيليت ارك بيحول لي الكورنة الى قوس، بختار فيليت ارك و اختار الحيطة الاولى الحيطة الثانية وبحدد قيمة نصف القطر حقت القوس. عندنا اخر امر بيك لاين، بيك لاين برسم لي حوائط باستخدام خطوط موجودة، فاختار بيك لاين واشوف لي اي خط موجود ممكن نستخدمه. ممكن نستخدم الجريد لاين ده، فهيرسم حائط بنفس الطول بتاع الخط بتاع الجريد لاين. اول ما امشي فيه واضغط كليك من ناحية ارسم لي حائط بنفس الخط بتاع الجريد لاين.